كيف حالكم؟ اخباركم؟ اليوم رجع لكم بمقطع جديد. مقطع اليوم راح يكون عن الشحن، يعني راح نشحن وراح ناخذ جوائز الهالوين. لكن قبل ابدا اتمنى انك تضغط لايك واشتراك، والله يعطيك الف عافيه. والحين خلونا نبدا. زي ما تشوفون ندخل على متجر، الحين تشوفون هنا حزمه الهالوين اللي هو صندوق الجوائز. لكن انا وش هنا بصرف على العجلة اللي هي القرعة مثل ما تشوفون، وان شاء الله يطلع لي اسكن الخرافي هذا، سكن الهيكل. قبل لا ابدأ ابشحن زيادة فوق الـ2000 واجيكم على طول. ثواني بس، شحننا فوق 4500 سي بي، والحين خلونا نبدأ في القرعة. ان شاء الله جينا سكن الوحش. بسم الله، يلا نبدأ. اول 40 على خير. طلع لي كرت اكس بي، نجرب المرة الثانية. طلع لي سكن الدباب، انا ابي سكن الهالوين. نجرب 200. صندوق بنفسجي، نجرب 400. الله، اخيرا شيء يفتح النفس. طلع لي سكن سلاح M4، سكن هالوين. يلا هذه الحظ بدا يشتغل الحظ يا شباب، نكمل. طلع لي سلاح شتكن، يعني اللون عادي. طلع لي سكين الهالوين، نكمل 1600. طلعت لي شنطة الهالوين، هذا اللي طلع لي من القرعة. الحين خلوني نجرب على الصندوق اللي هو صندوق الهالوين. كم؟ 160. هذا اول مرة. وش طلع؟ طلع لي حقة الباتل رويال النينجا المرة الثانية. يا الله يا رب، شيء جميل. طلع لي حق الباتل رويال بعد، نشوف كم باقي. باقي 500 تقريبا، باقي لي محاولتين. كشاف، هذه المحاولة الرابعة. كلها حقت باتل رويال، ما ادري ايش عندهم. نجرب اخر مرة. طلعت لي النزلة حقت الباتل رويال، دام باقي بس 80. راح نفتح الصندوق هذا مرتين، هذه اول مرة. طلع لي فلوس، ماشي الحظ، لكن الحمد لله على كل حال. ندخل على نفتح الصندوق هذا اللي طلع لي في عجلة الحظ، اول قرعة نفتحه. اكيد كرت اكس بي، متأكد مو حق هالوين، لون رشاش عادي. نشوف الحين الاسلحة اللي طلعت لي. هذا سكن زي ما تشوفون، سكن هالوين. وطلع لي سكين الهالوين، بس انا افضل هذا اكثر شيء لانه اشوف شكله حلو. وش باقي؟ الظاهر طلعت لي الشنطة هنا، هذه شنطة الهالوين، خلونا نستخدمها. وهنا الباتل رويال زي ما تشوفون، الباتل رويال طلع لي سكن الكشاف حق الهالوين، وطلعت لي النزلة حقت الهالوين زي ما تشوفون، وهذا سكن الرشاش اللي طلع لي. وهنا
وهنا طلع لي لون للدباب لون الهالوين. بس اتوقع كذا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى عجبكم والله يعطيكم الف عافية على وقتكم وسلام. To me, I just need this to be real. I don't need.
need.